400 متر فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى مفتوح الدرجات عمره 3 سنوات على مسافة 1400 متر. هنا الصدارة لروزي ستيرن في محاولة التقدم في هذه اللحظات. هنا أخطى اليمين أيضا من الوسط، وكذلك أشاهد في هذه اللحظات المحاولات لساط الميدان للتقدم في هذه اللحظة. هناك أيضا فنار محاولة أيضا من الخارج للتقدم في هذه اللحظات، فيما ستريت بوي محاولات التقدم أيضا في هذا الشوط مع عادل الفريدي في المرتبة الثانية. لازالت الصدارة لروزيس ريتيرن، محاولات أيضا الحفاظ على الصدارة مع رودريغيز خوزي. هنا أيضا في المرتبة الثانية 4 ستيلو محاولات التقدم في هذه اللحظات مع ريكاردو فيريرا. هناك أيضا رقم 10 ساطي الميدان الذي يأتي في هذه اللحظات، فنار كذلك من الخارج، محاولات أيضا للحفاظ على الصدارة لرويز ريتيرن، محاولات أيضا هنا للتقدم في هذه اللحظات لفنار. تقدم فنار في هذه اللحظة المرتبة الثانية. هناك أيضا رقم 4 ستيلو محاولات كذلك لرقم 8 يشكر محاولات التقدم في هذا الشوط، فيما المحافظة على الصدارة لرويزيس ريتيرن حفاظ على الصدارة، فيما المحاولات تأتي من الخلف الآن ليشكر محاولات كذلك ل13 هوري أب هيدلي وكذلك البقية. ولازالت الصدارة من البداية وحتى هذه اللحظة لرويزيس ريتيرن لفهد هيف محمد القحطاني المدرب بدر سعود رزيق والخيار رودريغيز خوزي. ما شاء الله تبارك الله، حفاظ على الصدارة من البداية وحتى النهاية في هذا الشوط، من الانطلاقة وحتى خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله.